اختتمت في بيت جالة فعاليات نادي أبناء الحياة الثاني التي رعاها المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي في الأردن وسائر الأراضي المقدسة، حيث اشتملت هذه الفعاليات على نشاطات دينية وثقافية وترفيهية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بحضور نيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي للسريان الأرثوذكسي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، والأب بطرس نعمة كاهن الرعية، وممثلين عن المؤسسات الكنسية في الأبرشية والمؤسسات الداعمة. اختتمت فعاليات نادي أبناء الحياة الثاني وذلك في مدرسة مار أفرام برعاية نيافته والأب برسوم كندو الذي بدوره قاد المخيم، والكهنة المرشدين والمعلمين والمتطوعين وغيرهم، وبدعم من البعثة البابوية التي كانت الداعم الرئيس لإنجاح المخيم وجمعية الكتاب المقدس وغيرهم من الداعمين. وفي كلمة المطران أنتيموس عبر عن سعادته لوجود هذه النخبة من الأطفال الذين حققوا من خلال هذا المخيم أهدافهم وتطوير مواهبهم من خلال النشاطات المتنوعة والتقرب إلى الكنيسة وكلام الله من خلال الكتاب المقدس وزرع المحبة والتعاون في قلوبهم. ربنا يعمل بكل الطرق. بيقول الكتاب المقدس بيخبرنا أنه الإيمان بكلمة، والكلمة أو الإيمان بخبر، والخبر بكلمة. بعدين بيقول كيف يؤمنون بالذي لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بدون كارث، وكيف يكرزون إن لم يكونوا مرسلين. الكرازة ممكن تكون أيضا عن طريق مخيمات مسيحية إلى هدف مسيحي للتنشئة المسيحية، عن طريق لعبة، عن طريق غنية، عن طريق نشاط معين، عن طريق ترتيلة، عن طريق شرح الخلاص ومفهومه بطريقة بسيطة للأطفال. وهي الغاية منا من إنشاء مخيمات كاللي نحن عم نعمله، اللي هو نادي أبناء الحياة. وسمينا أبناء الحياة لأنه نؤمن أنه هالحياة خرج أنه تعيش، وأنه أولادنا بيستهلوا أنه يعيشوا حياة بمفهوم الله الذي يريده لأولاده. ونحن من واجبنا ككنيسة أيضا أنه نعلن هاي البشارة عن طريق برامج معينة أو مخيمات معينة أو نشاطات معينة. أبناء الحياة واحد من النشاطات لسنته الثانية. وتخلل المخيم أيضاً نشاطات ترفيهية وغناء وفنون ورياضة وعزف ورسم ورحلات متنوعة وكثير من الأنشطة على مدار 3 أسابيع. هذا المخيم استفدت منه أشياء كثيرة. أول إشي اقتربت من الله، وكان يعطينا تراتيل كثير حلوة، وإن شاء الله ينعاد السنة الجاية. شاركت بهذا المخيم وكان مخيم كثير حلو وناجح، انبسطنا فيه واستفدت منه كتير أشياء، التعاون، المحبة، وكمان يعني التراتيل كانت حلوة والمعاملة كانت حلوة ومنيحة وكان كتير حلو، وإن شاء الله ينعاد السنة الجاي ويكون كمان في أشياء أحلى. حبيت المخيم عشان كان فيه فعاليات كتير حلوة وانبسطنا فيه، وفيه يعني تعرفت على مواهبي اللي هي إنه صرت أعرف أعزف على الطبلة، وإن شاء الله ينعاد السنة الجاي. وفي نهاية الحفل تم توزيع الكتاب المقدس على جميع المشتركين وأخذ الصور التذكارية. للنرسات مارلين الحدوة من مدرسة مار أفرام بيت جالة.